بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا ما تنت عبد الله يونيفرسيتي تي في وايدين ما قلنا يا والله هرت مدحوينها حسن الشيخ محمود والله دورتي شن تمن كمي مركل لبعض ذلك الله دورتي مركل هري وهم بلينينا ونسول أوينينا علماء دانهاي مدحوينه خبير واي ذلك الصومالي أدب وغرقبة وحياة بدن ولا جاري هاي ورنتي دتك ترتمي وداري هاي باجري أي كميتة خبرة ديسة يكون حجر كيس دتك وهذا يكون حجر جري ثلاثة هروس وغبتي يبرامج كيس رنتي وكسنا يا رنتي دتك سوجيتي مركا علماء الصوماليات وحي مروا يكون العجرتي تاجر سنة إن دور الشو سيدنا كليته سي شرعية دين الإسلام كو أي كعبرتي إله يقول كيس جل جلاله وأمر مشورة بينهم وأمرهم شورى بينهم تلذوا مسلمين ووضعتشي يكون جوستان دورشدو عنوان وتهي إن تلذوا يكسب أحد وهم بليني وأنا مبدأ أن دتك ويرجعنا ولجين لما أن دتك سياسة الدنيانة أن اللي هجرنا ويني وده وكان سمان هذي هاجرين هان لها يعني قلادي مركز تلذ قانت كويس يحل جاس دورشدو أنت يسند مانين يا ذي أن لأن دتك ترتمياش هاي مدحونه اللي يسوق كم ذهاي تاسوا تاس رنتي تلابد إلى هذا وغاد مدحونه وسدح جانب كوبن أدب هذا علماء أسود وينيسا جانب كوباد وحواي فني ولكل معلومات إحنا كم ذا إنه حتى كوباغي إنه علماء لفت هذا المذايو أو أي دلالة رسمية أو شرعية أو قانونية أو دستورية أو يكون مذابان الدولة أي قو لسان أي قعان كسيان ومدنا أي وعي قليان من لما يكون شقيان إنه مبدأ من سنة هاي هرنا وبالله دولة دي سهرة أما فترة دي هرة ومدحونا هانجري مدة شن سنة كهرة سقوا وذا أيو رنتاس علماء الله وذا أيو حلك كده جاي تاس وقضب رنتي دي البدن أننا نقولي علماء هان قضب كل واحد وحوى دتك أو حلك هذا هذا ومجابي ودد أد كفاءات سرسرة ودد قفل بمجال كيس الله حلي وحن أد رنتي وقدر سنة من سود ويني شخصيات كسياسيين تا عن كاسدي ولكن عبد الرحمن شكره كليته وأد بالشدة كل حجر بدن لأن يرضى يهوان كي مجتمع كله ينو حل كاس رماء إنساني قا ولبع لومدو أي سجار إيش أوه هيسو ما دام هيئات كاس أدو وصار شقين خربض إنه يقول ليه إنه مقعبي وحنا سلنا واحد بذا مكوك بنكرة وحلا ميدا طبعا تليها نسا سلنا مرة ولا مقعبي ولكن ما هاد سلنا فرنتين علوس أه وذا ذا أو أقوامي هنا أو مجتمع هذا ولا حجرة وحنا جينا هنا نسا وعصب إنه بريو إنه يسنقون هيئات رجش كسين يا مح وح سكر الله أركو هاد كده بيجي بالشدة بالشدة هيئات ولا حقل دونتو وحلا مذا ولا لا كلا لما مقعابي ودغالها سياسة ده قانون شرعي جاي كلي ولكن يدلو كم ذي هاي يسمون يدلو يغير كود مركا رنتي تاس نقاط بكل بقود كسد حاد ورما إنن دحونها تلاوة إلى هذا وقاضي أدن مهم هو حوية خد بدي سد قط ضم بيسي هكسي جا أما استراتيجية ده أو ربا إنه ذلك هو جامع إنه أدو قياحي أو يوجه الرئيسي أما سد حقد ولا قصو كبيكرو إن لسعفيه أو دتك أي قلب السمك هو ده الشقيان وذلك مدنو ولا هو ده لسه iyo sidoo kale to in doorashada soo socota antenada lagu laabayo inuu qof iyo cod la aadi doono iyo in amniga iyo maarta horumarinta dalka uu yahay priority koobaad ama awlawiyadka ugu horeeya madaxweynaha marka arimahaas waa arimo aad iyo aad maqaasida shariicada islaamka kana waafaqsan aadna aanu soo dhaweeyna culimada dalka arinta magacaabista ergayga arimaha abaaraha bini'aadnimada ee Cabdiraxmaan Cabdi Shakur loo magacaabay ee Cabdiraxmaan waxa liban dad badan siyaabo kala duwan arinta uga hadlay waxaad ka mid tahay dadka ka shaqeeya arimaha bini'aadnimada iyo gargaarka dadka abaaruhu ay saameeyeen ما هي كلها تعذيب أنت؟ والله أنت أس وحنا ملاينا يا قف كست الضمير لي وسود وين يا سمتوا حواي مدحونه أنا وسيبي عبد الرحمن وانين اجتماعي أه وذاذة وقوي هنا سر وسياسي أه مجتمعنا أد وحيابه مجتمعنا أضن قذا وحبذ أنك أك مركا أنت إنساني جانا أرن سياسة ذا ماهن أرنت أرن بني آدم نمو وحتى كم ذا هاد إنه متدوع نمو كشقين هايو إن مركا شخصية هيركاس غنتي سيء سياسة دي سو أي قارس سنتا إن أرنتاس لو مدح بنايو وأرن أنا جو علماء أنا أدرس وين إن وأنا إني سامين كويا لان كرسي جي سحل لبان مذا محايا لي قف كنور مجال وكش قاين كرا دين إسلام كنا وقف سعيسا سياسة دا كرسي جو الحكومة تلا يا سياسة دي اسم دردون كي أو حبذا كش قاين أي وبرلمان كل جير دونا ونرجعني إنه قولها هي هملوين كمدحون وأخري الربعين حقيقي أفرت سنة إنه هرموت كنا غدو لنا عنا وأرمي إنساني أو الربعين dalka gudhiis iyo dibadiis ma isku xirowayn oo isku xirwayn ka sameeyo anaguna culimadaan maadaama arimaha iqaatiga inta badan culimadu gacanta ku jirtay si buuxda ayaan ula shaqeyn doonaa marka arinta arin aad u qiimo badan way mowqifka culimadiina muxuu yahay isbeddelka dhacay iyo hoggaanka cusub ee dalka la wareegay
والله علماء هذه سورة وينسا سيدة أكتا عبد الله أحمد وحوي علماء الصوماليات مروا البا مجتمع أي مارت وحي وناق ويرتا أنا قد دينت إسلام كوان هدا أغنت هذه الله نوكرامي وعندتك كون مثلنا وحواي وحي لا مقاصد يا مؤجدين مقاصد وحا أقوين دولة لماذا إلا تابق لي وضلك فوضى لك صار وأمني لما يسترن أمني غذائي أمني أيضا أمني سياسات استقرار الله له إلهي سبحانه وتعالى آيات سورة النحل سورة اللي راكو جرتا وهذا وحل يعني جلوباليزيشن كامل يراد جلوباليزيشن كامل يراد عمل يراد على مدى الى يوغ هذلي كوني افر بقل يافرت سنه كهر وحال اركيسا وحي كادليسا دولنمده حقيقه ده الله وحو ليهي وضرب الله مثلا قريه كانت امنه الى يوحو تلمان كبيهي عاصمه دولديد او دولدو دغنتهي او اهيد مد امن امن له مطمئن هذا الدغن ياتيها رزقها رغدا من كل مكان او رزقها دو ايمانها ادن وينها او دن ايمانها رغدا من كل مكان أسوق قلبه تربضاً أو رغداً وحوي معناها تمشلقها أو تربضاً أو أضبضاً مركا دولة داس مركا ذل كاس لقالها دون كورن إيمانها أو قلب الكورن أو سوء إيمانها وحال شردها أو إلهي كل شيء آمنة مطمئنة آمنة وحوي أمن جود ذلك حدوده سوى دوسين هاي أمن جودا كجرا قف نفتي هذا مالك أبغى يسمع جرتو مطمئنة وحوي أن سياسة ده هذا فرد ده وفاقا كجرا ذات كام بديسن سو مال بلو ذا جدا دستور أذك بيل أيول ليه هاي ضمانات شرعية أيول ليه هاي مركا عدالة دبا كجرت اجتماعي جهد تي سياسة دا كجرت دور شوين بستير نبضا ايا استقرار سياسيا حلك الولك الوريقا رنتي لابد اس الرمودو واوين ايا الدون كورن دلك كيني كرا مركا سياسة دا هدى مدى حوين حسن او رنتي اغوية هنسراء او دلك ادو ورقبا استراتيجيات كا هدن الدولة نمضا افرت استنا هدى كر اسوهاي الله ليه كر انو فريسي اسقو لانه هو انه نظامك دين عفين تسقاب الله نظامك بدأ سقاب الله نظامك دولة هو دستر سقاب الله بي ومركز دم الوقو ليستي وحوق خلو بلا مشارات كشغاليه دولة ده أسقى وجود دمي قد أشيء شغال لما قولنا رسمة سيفل سيرفنت تسقى أسقى فرنسية مركا وحان رجعين هنا مرحلة ده عصب وذلك ده عن سبد البدن شان تستنى أنا واحد بدن وقولال مدحون محمد عبد الله في مدينة تيس وذلك كارسية إنه ماشي وكسي بلاه وجدوين كان سرسرة وهذا أو شيء إذا مدر من مدي سنت هاي وحان رجعين هنا حتى دولة دي ماشي كبر حدا محمد عبد الله في مدينة وقامين هاي وحان رجعين هنا إنه يرينا إنه يصير لابس مية هاي مدحونا هن ولا شغيسو ذلك سيد مدحونا هو ببلغ قاعد مركو حلك ورجعين هاي محايا لخلاف موشنا يسقى قبس سرعه ذلك ما دبكو سير العاية مركو أنا جو وحان رجع بدن كقمنا علماء هن مدحونه إنه هم الذي سكوا جلسا دونه مجتمع أردن وقرب كيس استاجد دونه علماء دعوة وقهرين دون تهدد كإن شاء الله تاجر دونه دي لا شيخ علي دوت بدن ويقول ولك قبين إن ذلك أي دورشان نبضة كقبسون تحل كنا سن نبضة لو كل وريو مرك هذا يكتو دورش هذه الدحضي تدك قارن وهي قبين سكست هود هذا إن دورش هذا قصب تاي وين بعد دوت ودم بينا حلك سن نبضة أيام لو كل وريو ودم بدن عالم ك وأفريقيا وغيب كتهاي كمان دعوة إن سن نبضة حلك لو كل وريو هذو رجدا إن أي دعاء الجارد دون مكون مقتي محيس كل طاي سيدا أي هذا هو دين مدح وين كستو تلقبته وحلو قيمية وسيدا أو حلك كستو قلي إن الدستور أي طاي يسيدا وجب حي في الصومالي إن سيد الدستور يانا بدو وجب حي لا بد الصومالي قيمية ولي بمدة ما سيم مهم سن لأنه سو جلد قفك أنت صفر بوك سو جل كرا لكن إنه كبحه أو سن بدأ السجوا قص لا يفرح سن حلك أوريجي وحسن ما بالمناسبة الله نحن استحاج هذا عبد الله عثمان مركز لقى هذا لايو أو ديمقراطية دي أما حرية يعني حكم لوجه لوريه كان أوجه ريا أفريقيا لوجه أمانه وح لوجه أمانه أنت بدل هذا عبد الله وحيابي أو قبت إنجازات كأمن قد غالا لما سوق هذا وعلى سوق هذا سيدنا بده هو حكوم ريجي سيدا سوق اللي تو مدحون إيش كدم بيه مدحون الشيخ شريف لبدي لبيت منك وسنا بده كون ريجي مدحون حسن الشيخ لبيت منك وسنا بده كون ريجي هذا نوح فرح دوين محمد عبد الله فرماجو مدحون هي وقدم بيه إنه وسنا بده سوق فرح حسن أو قص لايا ولا الكيس حسن مدحون حسن الشيخ محمود وسنا بده كون ريجي رتاس وأرن شريعة الإسلام كانوا كوين البحنا بده بن آدم كانوا كوين الدون كان الدولة الشرعية دوين الدولة لما ده لو قال تاس واي وح فرح له ومد الصومالي تاينا إلى شتو مكسب كاس أما لقس كاس وين أو مارتي اللي بدأ اسمه الحين وكل كل وريجين أو برجع أفريقيا مد ديمقراطيات كجيس أفريقيا جرت تن وقوم منطقة وقوم مجا وين الصومالي ده هاي شتو عرب إيه أفريقيا ممكن الله فيري إلا إلى عليه ولا ليالو أو أفرت سنة إساس أو أفرت سنة مد حوينها هدا الجوجو سي شرعي الله شقيه سي ولا تنمى الله شقيه سي الله بسمية الله شقيه أفر سنة كبعدنا إنك الضمع وكجره أو ترك حلك وترتم محمد عبد الله فرماجا صلى الله بنكره متكلا ما كره ذلك ودك كره مؤفرين هاي لكن وحاء مهمة يسقب قبسي يسحسد كي يسقب يوحيا به اللغة اللي يسكون دقائها إلا كلا أرجوست إيه إن ما لسك دقال لقات الشعار كاسة سو ما له شيء أنت كلا له شيء واي أقول دم بنتي ما حيتها تلوين كات سينيسان أما دوجي دنيس بنحبنا سو ما ليه
wadaagtu magacaabis ree wasaare ayaa laga sugayaa. dalku inuu isbeddel gaarsiiyo ay ka mid tahay in doorasho tii u dambeysay ka duwan ay dhacdo, maxay tahay talada u jeedinaysa? Walaa afar qodobaan walaalkeen xasan sheekh maxamuud madaxweynaha qaranka ugu jeedin lahayn. horta midda koowaad waxa waaye ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu garab u noqdaa adduunya aakhirana, xukunka waa wax ilaahay bixiya waay, qul allahuma malikal mulki tutul mulk, ilaahay baa dadka caleemo saara. madaxweyne xasan sheekh 14 May wuxuu ahaa madaxweyne hore tartame, 15 madaxweyne qaranka u noqday, ilaahay baa awooddaas gacanta u geliyey. horta iyadoo lagu shukrinayo alle in diinta islaamka dowladnimada lagu dabaqo oo lagu hago oo waxyaabaha ka dhiman ama garsoorka ha noqoto duleelka ka jira ama ha noqoto amniga akhlaaqiyaadka ciidanka ama ha noqoto daraagistan dalkii hadda qabsaday oo laga hortago hay-ad loo sameeyo munkarkana reebta macruufkana farta ama ha noqoto dadka iskuhayntooda iyo dib u heshiisiinta ama ha noqoto siyaasiyiintan waaweynoo qof walba shaqada waxaan runtii wax lagu farxa ah hadda walaalkeen cabdiraxmaan shakuur meel majaalaha loo dhiibo muhiima musaalaxada in shaqsi muhiim ah oo caana loo dhiibo deen cafiska iyo maxaan ku yihahdaa arrimahan xataa ku saabsan batroolka iyo wax lamid a dadka laisleeyah waa ugu aqoon badan yihiin loo dhiibo. marka majaalaadka dowladda inta la furfuro qof walba dad ahlu xalli walcaqdi ah meel laga howlgeliyo iyo tiim aqoon sare u leh oo mutakhasisiina dalka si degdeg ayuu ku dhismaya. marka madaxweyne marka waxaan soo jeedinaynaa horta tallaabada hadda uu qaaday inuu sii wado ra-iisul wasaaraha uu keenaya waxaan rajeynaynaa nin aqoonyahana oo siyaasi ah oo mutacallima oo madaxweynaha mashruuciisa iyo himiladiisa dowladnimada gacan ku siiya oo aan isagoo aan mashruuc labaad aan garab dhigan sida hore u dhici jirta ra-iisul wasaarayaasha hore oo buuq iyo isqabqabsi iyo aan keeni doonin inuu keeno uusan cidna ugu aba yeelin waxa weeye mashruuca dalka isagaa hogaamiyo ah waanta waliyul amriga dalka oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud wey. ra-iisul wasaaruhu waa hay-adda fulinta ninkii uga wakiilka ahay mashruuciisa siyaasiga ah iyo himiladiisana fulin lahayo wey. marka inuu ka fiirsado oo nin uu boqolkiiba boqol hubo inuu wax kale uusan ku mashquulinayn oo istaraatiijiyada madaxweynaha uu dhigay ku shaqaynayo fulinayo in la keeno waaye taasina qodobka labaad. ma shaqsi cusubaad leedahay ayaa haboon mise qof hore uusan shaqeeyo waaye arag? wallaahi waxaan isleeyahay khibrad arrintan arrin fulineed waaye, waayo aragnimadu waxay ku imaan kartaa wejiyo badan bay yeelan kartaa. waxaa wax walba ka muhiimsan macaayirta la fiirinayo inay tahay saddex qodob: aqoon inuu leeyahay arrimaha loo dhiibayo, amaano inuu leeyahay xilka ummadda u ahaayo nin mutadayin oo ilaahay ka baqaya amaano le u yahay, midda saddexaadna waxa weye inuu madaxweynihiisa ula shaqayn karo oo dabeecadu kula shaqeeya leeyahay shiqaaq iyo khilaaf uusan keenin. saddexdaas haddii laga helo qof kastoo soomaaliya waa astaheyshaa. xisaabaadka soomaalida maanta marka la firfiiriyana meeshii dee munaasabka madaxweynuhu waa garanaysaa wa ka keeni doonaba. qodobka ugu dambeeya oon isleeyahay waa muhiim, waxaan rabaa inaan u jeediyay baarlamaanka soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed. walaalayaal, sida banooniga marka la ciyaaraayo labada kooxood qolo walba ay qolo kale xamaasada u siinayso, doorashada ka hor waa dabiici in sijiid iyo qofba qof ay taageerto, facebookyada in warar badan qofba qof ay uga soo tuurto. laakiin mar haddii doorashada lagu kala baxay oo dowladda ay dhisantay, waa in la joojiyo nihaa-iyan wax kasta oo dilqaafa oo dalkan dib u dhigaaya ama khilaaf cusub abuuri kara. ilaahi subxana watacala wuxuu leeyahay waquluu linnaasi xusna, aayadda qur-aanka oo suuratu lanfaal aayad suuradda la yar suurada dowlad dhisidda alla wuxuu leeyahay subxaana watacaala walaa tanaazacuu fatafshaluu watabada riixukum, yani hays khilaafina ood fashilantiin oo awoodiin oo ibaabada. marka baarlamaanka soomaaliya waxaan ku khatimaya un soo jeedinayaa inay walaalaha baarlamaanka joogaahu ay maanta wixii ka dambeeya mashruuca dowladnimada ay taageeraan in la iska ilaaliyo isqabqabsigii iyo mooshinadii iyo yani waxyaabihii dadka looga mashquuli jiro dowladda inay himiladeeda ay xaqiijiso. xildhibaan kasta waxaa laga rabaa inuu xukuumadda dhismi doonta guddiyada isu qaybi doonaan, guddi walba oo shaqadiisa uu kaabo maaragtay xukuumadda wixii ka dhimanna uu ku towjiihiyo, wasiirada ay dabagalaan la xisaabtamaan, ribootkana ay siiyeen guddoonkooda, iyo inay deegaanadii laga soo doortay oy ka yimideen ay mashaariic iyo horumarin iyo dib u heshiisiin iyo ugu laabtaane aysan ku mashquulin inay mooshina iyo dowladda iyo buuqii ay abuuraan. taasna ma u rajeynayna inay imaan doonta, laakiin waa kasii degaynaa. waa mahadsanta cabdullah. aad buu mahadsan yahay sheekh cali maxamuud xasan. sheekh cali wajiis ayuu kaasi ahaa oo ka mid ah golaha guud ee culimmada soomaaliyeed oo barnaamijka dabagalka wararka la qeyb geliyay. sheekh cali aad baad u mahadsantay.